طبعا نتيجة زيادة عدد الإصابات في قضاء سامراء وظهور إصابات سجلت في مستشفى سامراء من قبل القوات الأمنية ومن قبل مواطنين مدنيين من المدينة، وكذلك ظهرت لدينا إصابات في بعض الكوادر الطبية. لذلك حقيقة اتخذنا إجراءات وقائية شديدة في مستشفى سامراء، منع دخول أي مراجع لا يرتدي الكمامة وارتدائها، وكذلك لا يرتدي الكفوف. فذلك نهيب أخواننا المواطنين وأخواننا في القوات الأمنية التعاون مع إدارة المستشفى ومع موظفي الاستعلامات وموظفي الاف بي اس في المستشفى في الالتزام بارتداء الكمامات وعدم مراجعة المستشفى إلا للضرورة القصوى. حقيقة عدم مراجعة المستشفى أمر مهم إلا هذا القصة لوجود إصابات داخل مستشفى سامراء العام. نعم حقيقة هاي إصابات سجلت قبل قوى أفراد بالقوات الأمنية، أحدهم طبعا يسكن سامراء والثاني يسكن في مدينة بغداد. المواطنين أخذت لهم مساحات فترة يعني غير قليلة، تقريبا أسبوع إلى 10 أيام، وظهرت النتائج أمس لا يعانون من أي إصابات أي أعراض، والحمد لله حالتهم مستقرة وتم التعامل معهم بمهنية وحسب التعليمات الواردة من وزارة الصحة. نعم بالتأكيد منذ يوم أمس باشرنا بإرسال المساحات إلى مختبر الصحة في دار الصحة صلاح الدين نتيجة تفعيل الجهاز بعد ساعة زيارة معالي وزير الصحة. السيد المدير العام أكد على إرسال المسحات إلى تكريت من أجل أن تصل النتائج بسرعة كبيرة.